وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله، هذا في خطاب إبراهيم عليه السلام لقومه، خاطب قومه وحاجهم بالحق وأقام عليهم الحجة. ومما قاله إبراهيم عليه السلام قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله، هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، لا يملكون لكم رزقا، وفاقد الشيء لا يعطيه، لأن الذي يرزق هو الله وحده لا شريك له. عشان كده رب العزة والجلال قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله بيرزق، الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى، وكان ما بيد الله كان بيد مخلوق. لو أنه بيد مخلوق فإن هذا المخلوق يبخل ويعجز ويضعف ويفر ويهرب. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذا السوق ده كل يوم الناس بتمرق، ده شغال كذا وده شغال كذا وده شغال كذا، كل يوم بيرزقون ولا سافروا برا البلد، في الغالب قاعدين كل يوم بيرزقون. والرزق ذاته اللي بيشيلوه يمشوا يستخدموه، كان أكل يكملوه، كان هدوم يلبسوها لما تشرب، بكرة تاني يجوا يلقوا رزق تاني، وبعد بكرة رزق. والزول لو فكر في الرزق ده، الرزق ده بيؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأنه زراعة بيزرعوها في استراليا يجيبوها يعملوها دقيق في سيقة في بحري، يوزعوها من بحري يأكلوها في التكلة. الزيدي كيف ذاته ده الزرعة عارف يأكلها في السودان هنا؟ ما عارف ذاته. والزول ذاته العمل دقيق، زراعة دي قلبها دقيق، والبتاع الفرم ذاته سواء شال ده منه وده بتاع مطعم وده كذا، يا أخ بهيمة يطبحوها في السلخانة يأكلوها 70 نفر، وزعوها في السوق بهيمة دي 70 نفر يأكلوا، ده يشيل ربع وده نص وده كذا وده كذا، ده كله رزق موزعه الله سبحانه وتعالى إذا صح التعبير، يصرفه هو سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا منه الرزق وحده، لا تطلبوه من غيره، لأنه بيده هو وحده لا شريك. واعبدوه واشكروا له، لأنه هو الذي يوليكم النعم وينعم عليكم ويتفضل عليكم، إليه ترجعون. هو الخالق الموجد من العدم، الممد بالرزق، المميت الذي يرجعك بعد الموت ليحاسبك سبحانه وتعالى.